للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، أطلعنا عن أهم الأحداث، وماذا عن وصول الشحنة الرابعة إلى معبر رفح ودخولها إلى الجهة الأخرى؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت الجهود مستمرة من الجانب المصري لإطلاق هذه المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، لم تتوقف منذ اليوم الأول. نتحدث عن أكثر من 50 ساحنة حتى الآن دخلوا من بوابة معبر رفح المصرية. هذه الشاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وأيضا شاحنات للطعام وشاحنات للمياه. وما زالت هناك عدد كبير من الشاحنات متوقفة أمام معبر رفح بانتظار لحظة الدخول للبوابة والوصول للهلال الأحمر الفلسطيني. كل هذه المعونات والمساعدات يتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر المصري، ويتسلمها في الجانب الآخر الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه المساعدات الإنسانية تتنوع إما من يعني المؤسسات المختلفة والجمعيات المختلفة داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة للهلال الأحمر المصري وتبرعات كثيرة من المصريين، وأيضا عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية التي أرسلت عدد كبير من الشاحنات وعدد كبير من الأطنان، تخطى بالأمس 700 طن من المساعدات المختلفة وبعض الكوادر الطبية وبعض المستشفيات الميدانية أيضا التي سيتم نصبها حسب يعني الأنباء التي تتداول هنا في رفح، أن هذه المستشفيات الميدانية سيتم نصبها احتياطيا على أمل دخول بعض الجرحى أو بعض الحالات الحرجة من الجانب الفلسطيني. هناك كوادر طبية في هذا الانتظار. أيضا منذ قليل، ما يقرب من ساعة تقريبا أو أقل من ساعة، وصلت أيضا طائرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كينيا، محملة أيضا بأكثر من 25 طن من الأدوية. رغم هذا وصلت من التركية كما ذكرتم، وصل اليوم وبالأمس كان هناك عدد أيضا من الطائرات المختلفة، منها طائرات لقطر. كل هذه المساعدات وصلت لمقر العريش، يتم تخزينها إما في أماكن خاصة بالتخزين للهلال الأحمر في العريش أو استاد العريش وسط، أو حتى السيارات المتوقفة على طول من العريش إلى رفح. وما زالت هذه الشاحنات متوقفة أمام معبر رفح، إلا أن هذا حسب أيضا منظمة الصحة العالمية وحسب الهلال الأحمر لم يعد كافيا حتى الآن، خصوصا أن زيادة وطأة العنف الخاص بقوات الاحتلال يزداد يوما بعد يوم، حيث أن أمس وأول أمس كانت من أسوأ الليالي التي مرت فيها الأشقاء الفلسطينيين، وخاصة قطاع غزة بعد أن يعني ساعات طويلة من القصف المستمر. حتى أننا هنا في رفح سمعنا هذا القصف المستمر على مدار ساعات طويلة، وأيضا حتى أن وصل هذا القصف، لأن كان القصف جوي وأيضا من البحر، مدفعية بحرية كانت مدفعية، حتى أننا سمعناها في مدينة العريش. ذلك القصف مستمر لا يتوقف برغم دخول هذه المساعدات والتهديدات التي أيضا تستهدف المستشفيات حول يعني التهديدات حول المستشفيات والقصف حول المستشفيات. هنا ايضا المرابطون امام المعبر وسائقي الشاحنات تحدثت معهم اليوم ايضا عن فكره سماعهم لهذه هذا القصف وما يحدث فيه مع الاشقاء في فلسطين، كيف يعيشون، كيف يتعاملون مع هذه الاجواء، لانهم مطمئنون على انهم مرابطون هنا في امام من امام المعبر. هناك من تخطى العشرة ايام، هناك من تخطى 11 يوما، هنا مرابط ولن يتزحزح ولن يتراجع حتى دخول هذه المساعدات، وحسب ما قالوا هو اقل ما يمكن ان يقدموه من اجل الاشقاء في فلسطين. وهذا ايضا ما رفضناه من تضامن مع الشعب الفلسطيني، الا ان كل ذلك نعم، هو تضامن الحقيقة من كافة المؤسسات المصرية والعربية والإغاثية. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس.